لما منقول نساء رائدات يمكن منفتكر أنه لازم يكونوا كبروا، لازم يكونوا أسسوا عائلتهم، لازم يكون صار عندهم وقت لحتى يكون يصيروا يقدروا يأسسوا شغل معين أو حتى جمعية معينة. ولكن اليوم رح نتعرف على كريستينا خاطر. أهلا وسهلا فيك، ورح نتفاجأ قد عمرك صغير كريستينا، وصرتي مش بس من النساء الرائدات المعروفين بلبنان إنما المعروفين بالشرق الأوسط وصولا إلى الولايات المتحدة، لأنه وصلتي للمؤسسة اللي أسستها هيلاري كلينتون، رح نحكي عنها اليوم، يلي هي Vital Voices. بدنا نبلش من البدايات، كيف عرفوا بوجودك، كيف قدرتوا تتواصلوا مع بعض لحتى وصلتوا لهون، وكيف حضرتك بلشتي بلبنان أنه تكوني من الصبايا الرائدات؟ أنا أول ما خلصت علمي كنت عم بعمل ماسترز تبعولي بلندن، جيت على لبنان وكنت حاطة براسي عارفة شو بدي أعمل وعارفة إنه في حلم بدي أحققه. سو دغري فتحت شركتي وبلشت أشتغل من الصفر، كتير تعذبت أول كذا سنة كرمال يكون عندي كريديبيليتي يوثقوا فيك العالم. سو أي فاوندد كريستيز، مظبوط، إتس ويدينجز أند إيفنتس كومباني كرييتيف إيجنسي أز ويل. كانت بأي سنة؟ كانت بال 2008. سو بلشت أول سنتين كنت لحالي. شو كانت الصعوبة؟ الصعوبة إنه أنت جاية صبية ومبلشة من الصفر، يعني بدك تخلي العالم يوثقوا فيك ويسلموك الشغل اللي هي مسؤوليه كثير كبيره، عرسون، ايفنت لهم، كوربريت ايفنت، ومع المنافسه الكبيره يلي موجوده كمان بالسوق تحديدا بلبنان. يعني بحبوا الناس هالمجال وبيلتجوا دائما لشركات انه تقدر تحضر لهم. يعني تميزتي بكريستيز واشتركتي بمسابقه بلبنان يلي هي بريليانت لبنيز اوورد، وصلتي للنهائيات ولكن اخذتي كمان جائزه بيبل تشويس اوورد يلي كانوا الناس، يعني طبعا اختيار الناس هو من اهم الاشياء اللي معقول نربحها. اعطينا شويه تفاصيل عن المسابقه. اكيد انا اشتركت من سنتين بالبريليانت لبنيز اوورد، كنت فيناليست انتربرونور وومن اوف ذا يير، وربحنا ككريستيز البيبل تشويس أورد. هذا الشيء كثير خليني أكون فخورة لأنه أكيد العالم اللي هن صوتوا وهذا الشيء فتح لي كثير أبواب. أكيد أول بأي سنة كنا؟ هذا كان بال 2014 بآخرها. سو فتح لي كذا باب إنه صاروا برا لأنه شافوا هلا أورد سيريموني، بعثوا لي إيميل إذا بهمني أقدم على الفايتال فويسز، واكيد بصعوبه فيك تفوت عليها لانه في الوفات الابلكيشنز وبس بيقبلوا 69 وومن بير يير يعني. وبعد اربع اشهر تاس وانترفيوز وهيك اكيد قبلوني وفتت معهم. اربع اشهر انواع امتحانات متعدده، ان كانت كتابه او over the شفهيا. مزبوط. كنت موجوده بالولايات المتحده؟ لا، كان كل شيء فيرتشوال. هلا مع تكنولوجيا كل شيء هين، بس اكيد ات سام بوينت اضطريت روح على دبي يعملوا انتنسيف تريننج معنا، وكل جمعه عندنا ثرو هارفارد بزنس سكول عندنا الهارفارد منتورشيب بروجرام اونلاين، بدنا نكون في ويبينارز وكل هالقصص، وعندنا اساينمنتس بدنا نعملهم وتيستس وكل هالشيء. واكيد يعني التخصص بهارفارد من طلب هالمؤسسه. مزبوط، هي للانتربرونورز، هيدي الفورمول معموله للانتربرونورز، وبما انه هلا كل حدا منا من بلد سو كله فيرتشوال صار. كله على الانترنت. طبعا ممكن تاخذوا الصفوف او حتى تقدموا لفحوصات. لما بنحكي انتربرينورشيب او رياده بالاعمال دائما بنروح على اعمال شرك، اي بزنس بيكون تجاري 100%. اليوم يعني طبعا نظرتك تغيرت عن الموضوع، كنت حضرتك انتربرينور بشركه كريستيز اللي هي ايفنت بلانر بكل بساطه، وهالقد ممكن تكون يعني على قد الشخص. فينا نقول شو ممكن تكون رياده الاعمال او الانتربرينورشيب باي مجالات اليوم؟ الانتربرينورشيب انا لإلي مايند سيت، هو شخص
بده يوصل لمحل بيوصل انه فيه يوصل لمحل ومستعد انه تو اوفركم كل الاوبستكلز اللي حيوقفوا بوجهه، خاصه المراه بالشرق الاوسط ونظره العالم على هيدا الشيء والثقه بحاله. يعني انا بنظري الانتربرينور شيب از مايند سيت، از ريسك تيكر، سم ون هوز كرييتيف وهوز دريمينج بيج اند هو هاز ذا جاتس انه يشتغل ويتعب اكيد من قلبه وبيحب باشنت كثير. سو الانتربرينور اذا ما انه باشنت وما بيحب اللي عم بيعمله ما بينجح بشيء، لانه هو السر الاستمراريه. يعني الانتربرينور لازم يؤمن بحلمه، لازم يكون عنده هالافكار المسبقه بانه انا ممكن احقق هدفي، ويكون عنده الشغف المناسب او الشغف الكافي لحتى يقدر يوصل لهدفه وما يتخلى عن حلمه. يعني هون اهم شيء، وهون عم نحكي يمكن بكل المجالات، ان كان بالكتابه بالادب يعني انا هونيك هلا بنحكي عنا الجلوبال انتربرينور شيب سمت. هونيك انا تعرفت بالجلوبال انتربرينور شيب سمت تبع هوستد باي باراك اوباما، كنت فيه من 22 لل 24 جوان بسيليكون فالي بسان فرانسيسكو. بعتقد هيدي لهلا احلى اكسبيرينس عشتها بحياتي لقلك ليه، لانه انا هون بلبنان دائما عندي احلام بدي احققهم، بس تعرف انه وضع البلد وكل شيء ما كثير بخلي العالم اللي حواليك تضلها بوزيتيف، وانا شخص اهم شيء عندي البوزيتيفيتي وبوثق انه الانسان اللي بيشوف كل شيء حلو من شغله بيوصل له. عم نشوف الصور. سو بس نقوني انا اللبنانيه الوحيده اللي كنت بالجلوبال انتربرينور شيب سمت، تعرفت على كثير عالم ما كان في، بعتقد انا شخصيا ما تعرفت على حدا بالمجال اللي انا فيه. كله بالتكنولوجي، في كل انواع الانتربرينورز، في كمان شباب لبنانيه كانوا معي كمان كثير ناجحين. يعني بتشوفي شو هالبوان كومان بين كم شخص لبناني كان في؟ ما بعرف على قد، بس انا تعرفت على اثنين غيري. سو سوري ثلاثه بقى شباب هن. بقى انا اللي شفته ان كومان انه كلنا عندنا ذات الحلم وكلنا عندنا ذات الموتيفاسيون، انه ما بنخلي شيء يوقفنا. وانا بحس هذا سر النجاح. وبعدين بس تكوني انتوري من عالم مثل بريزيدنت باراك اوباما عم بيحكي معك، عم بيعطيك سبيتش، عم بيقويك، عم بيقول لك انه ما بقى لازم تفكري انه بس ببلدك ام شيء، بدك تفكري جلوبالي، لانه نحن صرنا خلص كلنا لينكت، وبدك تكفي وانه ريسك تيكرز مثلكم هن اللي غيروا بالحياه وهن اللي حيغيروا. سو هيدول الموتيفيشن يلي بيعطوك اياها، خاص وتكون عندك. انا كان عندي كمان منتور شيب دي مع جوجل، يعني كمان قعدوا معي وركزوا معي على الشركه تبعي على القصص اللي بدي احققها، كيف بدي كبر واتوسع هلا لانه فتحت كمان بالكويت وبالدوحه كمان. سو عندك يومين كان من 22 ل 24 من خلالهم تعرفتي على اكبر ليدرز او انتربرينور بالعالم مثل مارك زوكربيرغ فيسبوك يلي اسس فيسبوك، مثل سيرجي برين يلي اسس جوجل، مثل ريد هوفمان يلي اسس لينكد ان وغيرهم، ولكن كان عندهم تاثير مباشر على المشتركين أكيد. بوجودهم وبالسبيتش يلي عملوهم. عن شو كانت المواضيع بشكل عام؟ قد كانت تشبه بعضها او قد كانت مغيره بامور صغيره؟ اللي بيشبه، انا اللي حسيت اكثر شيء اللي بيشبه بعضه بالامور انه كلهم بفرجوك انه تعبوا كثير ليوصلوا، انه قعدوا سنين وسنين وسنين اشتغلوا العالم ما وثقوا فيهم، العالم قالوا لهم وقفوا، مثلا جوجل وقفوا، اير بي ان بي كمان ما حتوصلوا، كل هالقصص بتحسسك انه هن لانه سابروا لانه عندهم حلم بدهم يحققوه وبيوثقوا فيه وشايفينه، ما ضروري كل العالم تشوفه. يعني بفسروا لك انه ما ضروري كل العالم تحلم حلمك كرمال انت توصلي له، هو انت البيرسيستنسي تبعك وانت طريقتك ل يعني هيدا الشيء بده يجي من داخلك، من داخلك ما بدك تنطري اي مساعده او تتوقعي اهتمام حدا، يمكن ما يهتموا أبداً بموضوعك. انت لازم تكوني باشنت انف مثل كل شيء بالحياه لتنجحي فيه، تركزي عليه وتوصلي له. وهيدا بوان كومان، بس تشوفي قد ايه هن تعذبوا وقد ايه كمان في ايام بلكي يعني اضطروا يتدينوا، اضطروا يروحوا يفتشوا على انفسترز. الحلو هونيك اللي كثير
كثير كمان كان ديفيرون، انه كل حدا عنده ستوري تبعه، كل حدا جاي من باك جراوند معين، وبعدين كلنا مختلفين عن بعض بس مثل بعض، يعني كلنا عنا غير كولتور غير شيء بس بنقرا مع بعض بالها، بتحس انه منك لحالك، بتحس لا انه كل شخص بده يكون انتربرونور، يعني بيعلموك انه تكون ليدر بحياتك. وهيدا الشيء كثير مهم. كريستينا بتعرفي او بتتعرفي على نقاط ضعفك من خلال هيك مؤتمرات؟ أكيد. وبتقدري تتقبليهم وتشتغلي عليهم؟ اكيد. شو اكتشفتي؟ انا عندي لايف كوتش اصلا، وانا بامن انه الانسان اذا ما كل يوم بيكتشف شيء لازم يحسنه بحاله، يعني ما عم يتقدم، يعني منه عايش. سو اكيد كلنا عنا نقاط ضعف. انا بلكي السنسيتيفيتي تبعي اللي بالشغل وقد ايه بحب شغلي كانه البيبي تبعي بتخلي بلكي العالم تنظر لي بطريقه غير، يعني مثلا دي ليبل يو كثير، مثلا انت وركوهوليك، انت هيك انت هيك، مع انه انا مثلا هذا الشيء ايه بصنفه كثير. سو انا بحس انه اكيد تعلمت كثير قصص، تعلمت كمان انه التكنولوجي كثير لازم نعمل انفستمنت بالتكنولوجي بحيلا دومين نحن كنا فيه. واكيد انه الواحد دائما بده ينظر غيره، كمان يتعلم من اغلاط غيره لما يعمل ذات الاغلاط. Vital Voices هي مؤسسه بتشتغل كمان على تقويه المراه لحتى نوصل لتقويه العالم، هيك بيقولوا شو السلوغان تبعهم، invest in women empower the world. وكمان بيهتموا يمكن بالزماله مثل ما كنا عم نحكي، خبرينا شوي عن هالمؤسسه. أكيد. يلي برئاسه هيلاري كلينتون. اكيد هي احلى شيء تعلمته بهالمؤسسه انه انت بس تكوني بالدومين، لو غيرك بالدومين ومرة تانية بالدومين لازم تقووا بعض، ما لازم تحاربوا بعض، وهيدا سر النجاح. بس كلنا منقوي بعض كلنا منوصل، بس كلنا منحارب بعض منفشل، وهيدا الموتو تبعهم، هيدا اللي بيحسسوك يعني لازم نحنا نفيد بعض، لازم نحنا نساعد بعض. وهيدا البرسبشن شوي أنا بلاقيها ناقصة خاصة بلبنان، يعني كله كومبيتيتور بلاقيه، لا كل حدا رزقته بالحياة وكل حدا حلمه وكل حدا الباشن تبعه. سو هيدا الشيء خليني أكتر اتعرف انه اذا في امراه مثلا ما عندها ذات طريقه التفكير تبعي، بس هي كمان لازم ساعدها ولازم تساعدني ونحن بنكمل بعض كلنا سوا. واكيد قد ايه بيلحقوك وقد ايه بيعطوك ثقه بحالك، واكيد بيعطوك جرانتس كمان، يعني اذا في شيء بدك تعمليه مش قادره تعمليه بيساعدوك فيه. عملنا بزنس بلان، اكشن بلان، قصص ديدلاينز، يعني بخلوك انه يعطوك هيك مثل درايف، مثل موتيف انه تنفذي اللي عم بتفكري فيه، لانه بالاخير كلنا عنا افكار كثير حلوه بس هي تطبيقها المهم. ذكرت بانه الرئيس باراك اوباما بيحكي عن انه اليوم لازم نشتغل على صعيد كبير، على صعيد العالم كله، ولكن نحن عايشين كمان ببلد اليوم عنده مشاكل كثيره، بحاجه لتقويه من قبل الشباب، من قبل طبعا المسؤولين، ولكن مثل ما عم بتقولي كل شخص لازم يبدا من حاله. اليوم من خلال هالمؤتمر يلي حضرت كريستينا، شو بتحسي انه فينا نعطي للبنان؟ كيف فينا نقوي لبنان من خلال النساء، من خلال كل الشباب والصبايا كمان؟ ثقة، نعطي ثقة خاصة اليونج جينيريشن انه مش لبنان ما بيسوى وكل يوم شيء، بغض النظر من كل هالقصص بنحب شيء بنبقى فيه، يعني ما نفل ما نهاجر ونشتغل برا. لانه رح نتعذب بس حنوصل. انا في اقول يوم انه بعد عندي مسيرة كثير كبيرة كثير طويلة لاوصل للي بدي اياه، بس انا بلاقي انه شركتي اليوم بعد كل هالسنين وكل هالتطور وكل سنة بتكبر وبتزيد وناجحة. يعني ورغم كل القصص اللي بسمعهم حوالي، انا بقول انه لازم اكثر اكيد نشتغل على وركشوبس، على سيمينارز، بلكي على توك شوز على التي في، نقوي هالشباب، نحسسهم على توك شوز على التي في. نحن رادي على كل حال، رح منبلش مثل ما كنت عم قلي كريستينا انه عم نحضر لفقره عن الموتيفيشن، واكيد بنحب انه تكوني عم بتشاركي فيها مع هالخبره يلي صار عندك اياها، لحتى كمان نحكي عن هالموضوع. يعني مثل ما عم بتقولي انه كل شخص يبدا بحاله، يعني قد ايه نحن اليوم بنحط كمان الحق على المسؤولين كل الوقت. مزبوط، بس لا نبدا من حالنا ونبلش. انا ما بحياتي حطيت الحق على حدا، انا بالشغل في ايام بلكي بكيت الليالي لانه قد ما عم كنت ستريسي، في ايام مثلا كنت كثير مبسوطه، بس اذا بتحبي شيء بالحياه ما بتتخلي عنه لو شو ما كان، وهذا الشيء يعني
إذا منعامل شغلنا ومنعامل كل شيء بنحب نعمله بحياتنا كأنه شيء منا وفينا، ما يعني منعطي قد ما نتعلم إنه كمان الفشل هو طريق للنجاح. هو نجاح أكيد، هو مش أول فشل وثاني وثالث في 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 تبع Airbnb الفاوندر تبع Airbnb، بلكي 8 سنين قاعد فشل يعني لحديد ما وصل لمحل بلكي منه قادر يصرف دولار، بس وصل، واليوم هو اهم بلاتفورم. يعني الواحد بده يشوف هالقصص، مثلا بس رحت على النازا كمان شفت كيف بيفكروا، شفت هن وين ونحن وين، بيشتغلوا وقد ايه بيشتغلوا كمان، ما في شيء بيجي على الهينة بالنتيجه يعني. والاكثر شيء بريزيدنت اوباما كمان صر عليه انه الحياه انه مش سيفتي اهم شيء، مش انه انت تحس حالك سيف انه عم تعملي هيك، لا دير تو دريم اند دير تو تشالنج يور سيلف. ان شاء الله توصل هالرساله منك كريستينا خاطر. بدي اتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله بدوام النجاح. اهلا وسهلا فيك. رح ناخذ وقفه سريعه ومنتابع مع ويندو كوزمات.